السلام عليكم ورحمة الله. آخر آية من كتاب الله نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في القرآن، بيّنت بأن نهاية الإنسان إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. أما قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي آخر آية من آيات الأحكام، تبين بأن أحكام الله قد اكتملت وأن أحكام الله هي نظام حياة كامل مكتمل. فنحن لسنا بحاجة إلى استيراد قوانين من هنا أو هناك. وأتممت عليكم نعمتي، فأعظم نعمة أنعمها الله علينا هي نعمة الإسلام، فلم يحرم الله علينا شيئا من باب التعذيب أو الحرمان أو الظلم، وإنما حرم علينا أمورا من باب الحمية والحفاظ علينا لنحيا حياة طيبة.